وهنا السؤال الحقيقة دكتور حياة الله عتيد، كيف يمكن لكثير الحقيقة من المسلمين حول العالم اليوم يتابعون ما يجري في أفغانستان، يرغبون بدعم أفغانستان في ظل هذه الكارثة التي حلت بهم؟ ما هي آليات المساعدة؟ بأي شكل؟ هل هناك روابط؟ هل هناك مؤسسات يمكن التبرع لها لإنقاذ المتضررين بشكل أو بآخر؟ كيف يمكن الوصول للمتضررين أو لمؤسسات تعمل يعني على إنقاذهم وتعمل على إيوائهم والرفع من معاناتهم؟ هناك مؤسسات كثيرة مرخصة موجودة في العالم، مثلا في دولة قطر هناك مؤسسة قطر الخيرية هي تعمل في أفغانستان ولديها تراخيص هناك، لديها نشاط هناك. وأيضا هناك بعض المؤسسات التركية تعمل في أفغانستان، وهناك مؤسسات تركية هي تم تنظيمها خصيصا لأجل أفغانستان، ممكن نشارك مع أيضا مع سادة المشاركين أرقام التواصل معهم، فبإمكانهم أن يتبرعوا لهم وبإمكانهم أن يقدموا كل ما يستطيعوا من دعم، سواء من دعم المادي أو حتى ممكن إرسال بعض الأشياء ممكن يرسلوها لإخوانهم الأفغان. فهناك قنوات كثيرة موجودة وبإمكاننا أن نشارك معهم بعض قنوات لبعض المؤسسات التي نحن يعني نثق بها، وفعلا هم يقدمون للقضية الأفغانية بكل حب وصدق وإخلاص. هل هناك مؤسسات أفغانية محلية تعمل ربما يمكن أيضا الوصول إليها دكتور حياة الله عتيد في هذا الإطار بالتحديد؟ نعم، هناك مؤسسات أفغانية تعمل في داخل أفغانستان، وهي يقوم يعني بها إخوة أفاضل نعرفهم ونثق بهم، مؤسسات كثيرة جدا أيضا بإمكانهم أن يتعاملوا معهم. لكن هناك مشكلة واحدة بالنسبة للمؤسسات الداخلية، وهي سحب الأموال من البنوك، حيث هناك لا يستطيع أن يسحبوا جميع الأموال في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال من يمتلك في رصيده المؤسسة مثلا 100,000 دولار، فبإمكانهم أن يسحبوا أسبوعيا 6,000 دولار فقط لا غير. كلما ينخفض الرصيد ينخفض السحب، يعني إذا انخفض المبلغ من 100,000 دولار فبإمكانه مثلا أن يقوموا بسحب 5,000 دولار و4,000 دولار، بالتالي لديهم أزمة مع البنوك الأفغانية. فأنا أوصي التنسيق مع المؤسسات المحلية والعالمية المعروفة على أساس هم يقدموا للقضية الأفغانية، فلا توجد لديهم مشاكل في تحويلات البنكية، فهذه هي الأزمة. أتمنى أن تكون مؤقتة في أفغانستان، فالمؤسسات الإنسانية الموجودة في داخل أفغانستان لديهم هذه أزمة موجودة. إذن الدعم يكون لكي يكون مباشرا وسريعا يكون لبعض المؤسسات كما ذكرت مؤسسات تركية ومؤسسات قطرية، هذا يكون ربما أسهل وأسرع في الوصول إلى المتضررين دكتور حياة الله، أليس كذلك؟ بلى. وأيضا بإمكان الإخوة أن يحصلوا على جميع التقارير يعني من بداية المشروع إلى نهاية المشروع، وحتى يعني يثقوا كامل الثقة. وهذه المؤسسات التي تعمل هناك، طبعا للعلم أن المؤسسات مثل هذه المؤسسات أصبحت كثيرة بكل أسف، أصبح كل واحد يعني من ما عنده عمل يفتح مؤسسة، وبكل أسف يعني مثل هذه المؤسسات موجودة، ولكن أنا أتحدث عن المؤسسات المعروفة التي تعمل في ساحة، يعني مثل قطر الخيرية هي مؤسسة يعني أكبر مني أنا وأنت ممكن أبو صالح، فلديها جهود وهي يعني مؤسسة معروفة. وأيضا بقية المؤسسات مثلا إيهاها هنا في دولة تركيا أيضا هي تعمل في أفغانستان، وغيرها من المؤسسات الكثيرة الموجودة في المنطقة.